بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير العلامي في شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله، في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وصلنا إلى كتاب الطلاق، إلى الحديث 14 بعد 300. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتق، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذا حديث يعني عظيم من أحاديث كتاب الطلاق، مليء بالفوائد يعني الفقهية الكثيرة. طيب، قال غريب الحديث. الغريب البتة، البت القطع. قال في المصباح من معاجم اللغة بت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، والأصل مبتوت طلاقها، يعني يقال امرأة مبتوتة، يعني تعبير فيه تجوز، يعني الأصل العبارة امرأة مبتوت طلاقها، فالمبتوت هو الطلاق وليس المرأة، ولكن اختصارا للكلام صار يقول امرأة مبتوتة يعني بت طلاقها، يعني طلاقها طلاق قاطع يعني. والمراد هنا أنه طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. وكلمة البتة يعني بعضهم يجعلها همزة قطع وبعضهم يجعلها همزة وصل، يعني فيمكن أن تقول طلقها البتة ويمكن أن تقول طلقها البتة بقطع الهمزة، هو ضبطها هنا بهمزة القطع لكن يجوز يعني أيضا بالوصل. قال فسخطته، السخط ضد الرضا، السخط ضد الرضا. قال في مختار الصحاح أسخطه أغضبه، وتسخط عطاءه استقله. فالمراد هنا أنها استقلت النفقة، يعني زوجها طلقها طلاقا يعني بائنا، وبعث إليها بالنفقة كمية من الشعير، فسخطت ذلك، يعني وجدت أنه قليل، يعني هي ترى أنها تستحق نفقة أكثر منها. قال أم شريك بفتح الشين وكسر الراء بعدها ياء ثم كاف، إحدى فضليات الصحابة أو فضليات نساء الصحابة رضي الله عنه، يغشاها أصحابي، يراد بغشيانهم كثرة ترددهم إليها لصلاحها وفضلها رضي الله عنها. فآذنيني بمد الهمزة أي أعلميني، فقال فإذا حللت فآذنيني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني إذا انقضت عدتك أعلميني بذلك.
فلا يضع عصاه عن عاتقه، قال العاتق ما بين العنق والمنكب، يعني هذا يقلب المنكب، هذا المنكب وهذا العنق، فما بينهما هذا هو العاتق، العاتق اللي هو إيه ما بين المنكب والعنق، اللي هي هذه المنطقة يعني، هذه العاتقين هم. ده العاتق اللي هو إيه يضع عليه يعني ما طرف الثوب أو يضع عليه، فهنا يضع عليه العصا، يعني العصا حطتها على عاتقه كده ماسك هذا. قال وهو مكان وضع العصا. قال وهذا التعبير كناية عن شدته على النساء وكثرة ضربه لهن، ويفسر هذا المعنى رواية مسلم، يعني هناك روايتان للحديث في صحيح مسلم، الأولى وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، والرواية الثانية وأبو جهم فيه شدة على النساء. قال وجهم مفتوح الجيم ساكن الهاء. قال فصعلوك، وطبعا هنا إيه يعني قوله وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني فيه إيه مبالغة في الكلام، يعني وكلام على سبيل المجاز يعني والمبالغة، ولا يراد به حقيقته، يعني ليس المقصود أن أبا جهم يعني لا يضع العصا عن العاتق، إنه بالتأكيد يضعها إذا نام وإذا دخل الخلاء وإذا جلس، يعني لا يتصور أن إنسانا عصاه على العاتق يعني طيلة الوقت، فالمقصود أنه يضع عصاه على عاتقه أحيانا، وحتى قد لا يكون يعني يضع العصا على العاتق أساسا، وإنما يعني هو يضرب النساء ضربا كثيرا فكني عن ذلك بأنه دائما عصاه على عاتقه، يعني كثير الضرب للنساء، فهو تعبير يعني لا يراد به ظاهر لفظي، ففيه أيضا بيان جواز المبالغة في الكلام وإطلاق الكلام على سبيل المجاز، وكذلك أيضا قوله أما معاوية فصعلوك لا مال له، يقول هنا فصعلوك بضم الصاد، التصعلوك هو الفقر والصعلوك هو الفقير، فأيضا ليس مقصود لا مال له البتة، يعني ليس عنده أي مال، ولكن مقصود أنه فقير قليل المال، فقد يطلق يعني نفي الكل ويراد يعني نفي كثرة المال يعني، ولكن ماله قليل. ففي هذا الوقت كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بعد ذلك صار الخليفة وصار يعني له مال كثير، لكن في هذا الوقت يعني الذي خطب فيه فاطمة بنت قيس كان فقيرا. قال انكحي أسامة انكحي بكسر الهمزة، ضبطه المطرزي هكذا انكحي. قال المعنى الإجمالي، بت أبو عمرو بن حفص طلاق زوجته فاطمة بنت قيس، والمبتوتة ليس لها نفقة على زوجها، المبتوتة المطلقة يعني آخر ثلاث تطليقات ليس لها نفقة على زوجها، ولكنه أرسل إليها بشعير، لكنه يعني تبرعا منه أرسل إليها يعني كمية من الشعير، فظنت أن نفقتها واجبة عليه ما دامت في العدة، فاستقلت الشعير وكرهته، فأقسم أنه ليس لها عليه شيء، فقال والله ما لك علينا من شيء، أصلا يعني هذا تبرع منه، إذا مش عجبك خلاص ما ليس لك شيء. قال فأقسم أنه ليس لها عليه شيء، فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أنه ليس لها نفقة عليه ولا سكنى، يعني حتى في هذا الحديث أنه ليس لها سكنى أيضا، يعني بعد الطلقة الثالثة في عدتها من الطلقة الثالثة ليس لها نفقة ولا لها سكنى. طيب وهي ليس لها مأوى يعني تأوي فيه بيت زوجها، وهي الآن ليس لها سكنى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، أن تخرج من بيت زوجها وتذهب إلى بيت أم شريك. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أن أم شريك رضي الله عنها يكثر على بيتها تردد الصحابة،
رضي الله عنه، كانت ربما صنعت لهم طعاما وهي الصحابة يزورونها، وكانت امرأة كبيرة ومن الصالحات، فيكسر تردد الصحابة على بيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لها اعتدي في بيت أم شريك، يعني استحضر وتذكر يعني أن هذا البيت غير مناسب، لأنه سيكسر دخول الرجال وخروجهم، وهي امرأة شابة يعني اللي هي فاطمة. فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجلا أعمى فلا يبصرها إذا وضعت ثيابها. فأمرها أن تذهب إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو رجل أعمى لا يبصرها إذا وضعت ثيابها. وأمرها أن تخبره عليه الصلاة والسلام يعني بانتهاء عدتها، ولعله أرادها لأسامة بن زيد، فخشي أن تعتد فتتزوج قبل أن يعلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصرح يعني بخطبة أسامة لها وهي في العدة، ولكن قال لها إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت عدتك فأخبريني، يعني لا تتزوجي قبل أن تخبريني بعد انقضاء العدة. ويقول يعني لعل السبب كما يقول الشراح أنه كان في نية النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطبها لأسامة بن زيد، لكن لا يستطيع أن يصرح لها بذلك إلا بعد أن تنقضي عدتها. فقال لها بعد أن تنقضي العدة أخبريني، يعني قبل أن تتصرفي أو قبل أن تتزوجي بآخر. فلما اعتدت خطبها معاوية وأبو جهل. طبعا كيف خطبها اثنان والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ فأيضا شراح الحديث لهم والفقهاء يعني لهم توجيهات، فقالوا يعني إما أنه أن أحدهما لم يعلم بخطبة الآخر، يعني لعل كل منهما تقدم لا يعلم أن غيره تقدم فيكون معذورا، أو أن أحدهما خطبها ولم تركن إليه فتقدم الثاني، لأن إذا خطب الخاطب الأول والمخطوبة وأولياؤها لم يركنوا إليه، يعني لم يعطوه ردا بالقبول، وإنما يعني تركوه معلقا. طبعا هناك بيكون عندنا ثلاث احتمالات، يعني إذا خطب رجل امرأة إما أن يركنوا إليه يقولون له يعني نتشرف بخطبتك ووافقنا عليها خلاص، هذه أجمعوا على أنه لا يجوز لآخر أن يخطبها إذا أخبروا الخاطب الأول أنه مقبول. طيب في صورة إذا خطبها خاطب وردوه، يعني جاء خاطب يخطبها وقالوا نعتذر إليك وبنتنا غير مناسبة لك أو أنت غير مناسب لها ونعتذر أو لا نستطيع، فردوه، فخلاص هذه أيضا يباح لغيره أن يخطبها إذا يعني بلغه أن الخاطب الأول رد، فيباح له أن يخطب. تبقى صورة في الوسط اللي هي مختلف فيها بين الفقهاء، إذا امرأة خطبها خاطب وأهلها علقوه، يعني لا قالوا له لا أخبروه أنهم موافقون عليه ولا أنه إيه مرفوض، وإنما قالوا يعني طيب سننظر في الأمر ونتشاور ويعني ونفكر في الموضوع ونرد عليك، فجعلوه يعني إيه معلقا هكذا. هذه الصورة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، بعض المذاهب يقولون طالما لم يخبروه بأنهم ركنوا إليه وقبلوه معناه أنه يسمح لغيره أن يتقدم بالقبض، قال ما علقوا الأول هكذا إلا يعني طمعا في أن يتقدم من هو أفضل منه، فإذا لم يأتي من هو أفضل منه سيقبلون بالأول، فيجوز أن يتقدم غيره. وبعضهم يقول لا يجوز أن يتقدم خاطب ثاني حتى يعني يعلم الأول تماما أنه تم رفضه ويتقدم الثاني، لكن هذه الصورة يصير فيها إشكال، فيها يعني خلاف بين الفقهاء. فهنا يعني معاوية رضي الله عنه وأبو جهل، فيحتمل أن أحدهما خطبها ولم تركن إليه، يعني لم تخبره أنها يعني وافقت عليه، فتقدم الثاني بناء على ذلك. قال فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبما أن النصح واجب لا سيما للمستشير، يعني نصح المستشار ينصح المستشير، فإنه لم يشر عليها بواحد منهما ولم يرده لها. النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليها
أنها لا تقبل بهذا ولا بهذا. يعني استشارت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها فلان وفلان معاوية وأبو جهل، فقال لها لا تقبلي لا بمعاوية ولا بأبي جهل. قال لأن أبا جهل شديد على النساء وسيء الخلق. يعني سيء الخلق طبعا تعبير المؤلف، المقصود يعني في هذه الجزئية، يعني القصد أنه سيء يعني من جهة المعاملة مع النساء، يعني شديد على النساء، هذا كان يعني ينبغي استمر هذه العبارة تكون أحسن. قال ومعاوية فقير ليس عنده مال. هذه كلها أيضا فوائد في الحديث، يعني أن المرأة يعني بعض الناس عندهم يعني سوء فهم يعني الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فليس المقصود يعني إذا رضي الدين والخلق خلاص واجب أن نزوجه حتى لو كان فقيرا أو غير مناسب أو يعني في طبعه مثلا شدة أو غير ذلك. فهنا يعني هؤلاء معاوية رضي الله عنه ليس فيه عيب في دينه ولا في خلقه، ولكن هو فقير، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليها ألا تقبل به لفقره، فرد الخاطب يعني لفقره هو شيء يعني مسموح به وجائز، وأشار به النبي عليه الصلاة والسلام على المخطوب. وكذلك يعني من استشير في يعني في من المواضع التي تبيح الغيبة، من المواضع التي تبيح الغيبة الاستشار، المستشار مؤتمن، يعني فمن استشارك في معاملة مالية مع شخص أو في مصاهرة له وأنت تعلم يعني عن هذا الشخص شيئا يعني سيئا بحيث يعني يتضرر منه المستشير، فتكون مؤتمنا أنك تقول له أن هذا الشخص غير مناسب وفيه من العيوب كذا وكذا، حتى يكون على بينة من أمره، إذا شاء يتعامل معه وهو عالم بهذا العيب فليتعامل. فهذه من المواطن التي يباح فيها الغيبة. هل بلغ الخبر لمعاوية؟ أكيد طبعا، إذا كان بلغنا نحن أكيد الحديث اشتهر يعني وكذا، لكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم يقبلون من النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء يقوله عليه الصلاة والسلام، يعني رضي الله عنه. قال وأمرها بنكاح أسامة. وأيضا هنا أمر يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام رد الخاطبين الأولين وأمرها بنكاح أسامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، فمن حقه أن يرد يعني أي خاطب ويختار يعني بدله عليه الصلاة والسلام. فكرهته لكونه مولا، كرهته لكونه مولا، يعني أبوه يعني زيد رضي الله عنه، زيد بن حارثة كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني استرق واعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقبلته فارتبطت به، يعني صار لها بركة وخير في زواجها به، وجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ما يؤخذ من الحديث؟ قوله طلقها ثلاثا ليس معناه تكلم بهن دفعة واحدة، فهذا محرم غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لما جاء رجل يعني وطلق امرأته ثلاثا يعني دفعة واحدة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الطلاق ثلاثا بحيث يطلقها مرة وبعدين إما يراجعها وإما تعتد وتتزوج بغيره، لكن يعني جعل هذه الثلاث لتكون
يعني توسعة وفرصة للرجوع مرة أخرى ومرة ثانية. فجمع التطليقات الثلاث في كلمة واحدة أو في لفظ واحد هو أمر محرم عند جمهور الفقهاء. قال ولكنه كما قال النووي كان قد طلقها قبل هذا اثنتين. يعني فمعنى طلقها البتة ليس المقصود أنه طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في مجلس واحد، وإنما المقصود طلقها آخر ثلاث تطليقات. فكان قد طلقها مرة وراجعها، ثم طلقها مرة ثانية وراجعها، ثم كانت الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة الأخيرة هي المذكورة في هذا الحديث. قال وكما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم أنه طلقها طلقة كانت بقيت لها من طلاقها. فدائما روايات الحديث المتعددة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها. قال ثانيا أن المطلقة طلاقا باتا ليس لها نفقة ولا سكنى في عدتها ما لم تكن حاملة. المطلقة طلاقا باتا، المطلقة آخر ثلاث تطليقات، ليس لها نفقة ولا سكنى في مدة العدة إلا إذا كانت حاملا. لكن طبعا هذا إيه من مسائل الخلاف بين الفقهاء كما سيأتي، يعني قضية النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة مما وقع فيه خلاف. قال ثالثا لكن طبعا إذا كانت حاملا فلها إيه النفقة والسكنى حتى يعني تضع الحمل. قال ثالثا جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن حيث قال فإذا حللت فآذنيني. هذه من صيغ الإيه التعريض، يعني المتوفى عنها زوجها في عدة وفاة الزوج، والمطلقة الطلقة الثالثة في عدتها من الطلاق الثالث الأخير. يجوز التعريض بخطبتهن ولا يجوز التصريح بخطبتهن. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فأباح الله تعالى التعريض بالخطبة ومنع التصريح به في يعني في القرآن في مسألة عدة الوفاة، وفي السنة هنا في عدة المطلقة طلاقا ثالثا بائنا. طيب التصريح انه هو لا يجوز التصريح في حتى المتوفى عنها زوجها والمطلقة آخر ثلاث تطليقات، لا يجوز التصريح بخطبتها في العدة، ولكن يجوز التعريض. من التعريض ذكر الفقهاء والمفسرون يعني نماذج له، منها أن يمدحها ومنها أن يمدح نفسه، يعني يقول مثلا أنا من قد علمت يعني في كذا وكذا من الصفات، أو يقول يعني أنت امرأة يعني صالحة وفيك يعني من صفات الخير كذا وكذا. فهذا يعني تعريض برغبته في الزواج بها. ومنها أن يقول يعني وددت أن الله يعني يسر لي امرأة صالحة، ويخبرها أنه يبحث عن زوجة وكذا، لا يقول لها يعني أخطبك، ولكن يقول وددت أن الله يسر لي امرأة صالحة أو نحو ذلك. ومنها يعني هذا اللفظ الوارد في الحديث إذا حللت فآذنيني، يعني طبعا التعريض بالخطبة سواء لنفسه أو لغيره، يعني لا يصح التصريح بالخطبة لا لنفسه ولا لغيره، ولا التعريض، وإنما يباح التعريض بالخطبة سواء يعني هو لنفسه يريد أن يخطبها أو يعني يريد أن يخطبها لغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا حللت يعني إذا انقضت عدتك أخبريني بذلك. فهذا فيه يعني تلميح لها، يعني أنه ربما يكلمها في شأن يعني خطبة أو زواج أو كده. قال رابعا ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح ولا يكون حينئذ غيبة محرمة.
ان هذا من مواضع من المواضع التي يباح فيها الغيب، موضع الاستشارة يعني. قال خامسا جواز نكاح غير المكافئ في النسب إذا رضيت به الزوجة والأولياء، فأسامة قد مسه الرق وفاطمة قرشية، فأسامة قد مسه الرق وفاطمة قرشية رضي الله عنهم جميعا. قال سادسا وجوب النصح لكل أحد لا سيما المستشير، فمن استشارك فقد ائتمنك وأداء الأمانة واجب. سابعا تستر المرأة عن الرجال وابتعادها عن أمكنتهم ومجتمعاتهم، هذا يستفاد من توصية النبي عليه الصلاة والسلام لها، لأن بيت أم الشريك غير مناسب لأنه يكثر دخول الرجال فيه. قال سادسا أو سابعا انتهينا من السابع لو تستر المرأة عن الرجال وابتعادها عن أمكنتهم. ثامنا ليس في أمرها بالاعتداد في بيت أم مكتوم دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، فقد أمرها بالابتعاد عن الرجال عند هذا الأعمى مع أمرها بغض بصرها عنه، كما قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وكما أمر صلى الله عليه وسلم أم سلمة وميمونة بالاحتجاب حين دخل ابن أم مكتوم فقالتا إنه أعمى، فقال أفعميا وان أنتما فليس تبصرانه. قال حديث حسن في السنن. قال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور وأكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم نظره إليها، ثم استدل بالآية وقال إن الفتنة مشتركة كما يخاف الافتتان بها يخاف الافتتان به، ويدل عليه من السنة حديث أم سلمة. لكن يعني الجمع بين النصوص، هناك يعني في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، فيعني يستفاد من ذلك أن نظر المرأة إلى الرجل إذا أمنت معه الفتنة فيكون مسموحا يعني، وأما إذا خيفت منه الفتنة فيكون ممنوع. قال تاسعا جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يعلم بالخاطب، هنا يقول وعلم أنه لم يجب، أو لعلها أو علم أنه لم يجب يعني عشان يكون الكلام مستقيما، يعني إذا لم يعلم بالخاطب أو علم أنه لم يجب، يعني يباح الخطبة على خطبة الغير في حالتين. الحالة الأولى إذا لم يعلم بأن خاطبا خطب قبله فيباح له أن يتقدم للخطبة، والحالة الثانية إذا علم أن خاطبا تقدم قبله ولكن المخطوبة وأهلها لم يعطوه يعني ردا جوابا بالقبول فيباح له أن يتقدم. قال عاشرا أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة سواء أحبه الإنسان أو لا، يعني هي كانت كارهة أن تتزوج بأسامة لكنها امتثلت لمشورة النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أمر إيجاب يعني بحيث يعني يحرم عليها أن تخالفه، ولكن يعني أمرها أمر إرشاد وأشار عليها أن تتزوج بأسامة، فرغم يعني كونها لم كانت في نفسها كارهة لذلك لكنها امتثلت لمشورة النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتوجيهه، فسمعت وأطاعت، فكان في ذلك الخير والبركة لها. بس هو طلقها بعدين يعني أسامة؟ والله أنا لست متأكدا، إن شاء الله نراجع بإذن الله. حاضر إن شاء الله. قال اختلاف العلماء. قال اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى زمن العدة أو لا؟ الفقهاء اختلفوا في المطلقة البائن، هي آخر ثلاث تطليقات، هل لها نفقة وسكنى في زمن العدة أو لا؟ فذهب الإمام أحمد إلى أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، وحجته هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس، وهو قول علي وابن عباس وجابر،
وبه قال عطاء وطاووس والحسن وعكرمة من التابعين، يعني علي وابن عباس وجابر من الصحابة، وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة من التابعين، وإسحاق وأبو ثور وداود من الأئمة، إسحاق بن راهوي وأبو ثور وداود بن علي الأصبهاني من الفقهاء المجتهدين. قالوا بأنه لا نفقة لها ولا سكنى مستدلين بحديث الباب. إذن هذا إيه؟ أحد الطرفين اللي هو مذهب أحمد، لا نفقة ولا سكنى. الطرف الآخر مذهب الحنفية، قال وذهب الحنفية إلى أن لها النفقة والسكنى في المقابل، قالوا المطلقة البائن لها النفقة والسكنى، وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال به ابن أبي ليلى وسفيان الثوري مستدلين بما روي عن عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. يعني عمر رضي الله عنه حكم امرأة كانت مطلقة مبتوتة، فحكم لها عمر رضي الله عنه يعني بالنفقة والسكنى، وقال فقالوا له إن فاطمة بنت قيس يعني حدثت بالحديث، قال لا ندع كتاب ربنا. في بعض الروايات لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أو أخطأت، لقول امرأة لا ندري أصابت أو أخطأت. طيب لا ندع كتاب ربنا اللي هو يشير إلى قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالله سبحانه وتعالى أمر بإسكان الإيه المطلقة، أمر بإسكان المطلقة، لكن الآية عامة، يعني الآية ليست في خصوص المطلقة البائن ولكنها في إسكان المطلقة، والمطلقة تشمل يعني في أولها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وتمشي الآيات يعني في الحديث عن الطلاق وأحكام المطلقة في سورة الطلاق، ثم يقول أسكنوهن من حيث سكنتم. فالحنفية هنا يعني نظرتهم أن القرآن أفاد العموم، أفاد إيه؟ العموم، أن المطلقة لها السكنة، والآية لم تفرق بين مطلقة يعني بائن وغير بائن. ومذهب الحنفية أن التخصيص نسخ، والتخصيص يعتبر نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، يقولون هذا حديث آحاد فهو ظني وليس قطعية، والقرآن متواتر فلا ينسخ القرآن يعني بالسنة الآحاد، والتخصيص يعتبر نسخ، يعني فاعتبر أن هنا الحديث يعارض الآية، والآية يعني أثبت وهي تشمل المطلقة سواء كانت بائنا أو غير بائن. ثم قالوا ثم إن عمر رضي الله عنه كأنه يعني اتجه إلى هذا الاتجاه أيضا، يعني كأنه وجد أن الآية يعني في ظنه أنها أو في اجتهاده رضي الله عنه أنها تدل على أن المطلقة لها السكنى، ولم تفرق الآية بين المبتوتة وغير المبتوتة، فخشي عمر رضي الله عنه أن تكون فاطمة إيه وهمت أو أخطأت، أو كان هناك يعني قيود أو تفاصيل معينة لم تذكرها، فوجد أنه يعمل إيه بظاهر القرآن. ولما وكذلك لما الرواية اللي فيها لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، في بعض الروايات لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، وفي بعضها لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقالوا لعل عمر رضي الله عنه كان يعني عنده اطلاع على شيء آخر في السنة يعارض يعني حديث فاطمة، فوجد أنه يعارض القرآن ويعارض يعني حديثا آخر في السنة، وكذا هذا لو أخذنا بالرواية هي وسنة النبي. طيب فالحنفية أخذوا يعني بظاهر القرآن وقالوا لها النفقة والسكنة، طيب مع ملاحظة أن القرآن فيه السكنة فقط، لكن النفقة يعني جاءت في نصوص أخرى، لكن السكنة هي التي وردت في القرآن. وذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة،
لأن قالوا لما عمر قال لا نبع كتاب ربنا لقول امرأة، فقالوا الذي في الكتاب هو أنه لها السكنى، فكأنه يعني رد قولها ولا سكنى وأخذ، وأما يعني عدم النفقة فيكون الحديث لا معارض له، وأما عدم السكنى فيوجد معارض له اللي هو الآية. وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة ورواية عن أحمد، مستدلين بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قالوا هنا مذهب المالكية والشافعية، قالوا حديث فاطمة لا نفقة لك ولا سكن، قوله لا نفقة لك لا يوجد شيء يعارضه، فنأخذ به أنه لا نفقة له، أنه لا نفقة له. وأما قولها لا سكنى يعارضها قوله تعالى أسكنوهن، فنأخذ إيه بالآية أسكنوهن، فيقولون لها السكنى ولكن ليس لها النفقة، لها السكنى وليس لها النفقة. قال والصحيح هو القول الأول، هذا المؤلف حنبلي فيقول القول الأول أنه لا نفقة لها ولا سكنى لقوة الدليل وعدم المعارض. فأما القول الثاني فضعيف لأن هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن عمر، اللي هي لا ندع كتاب ربنا، فقد سئل الإمام أحمد أيصح هذا عن عمر؟ قال لا. لكن طبعا غيره من الفقهاء يعني والمحدثين منهم من صححها وعمل بها يعني. قالوا على فرض صحتها فصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على اجتهاد كل أحد، وأما أصحاب القول الثالث فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية لأنها جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن، يعني من رد الحنابلة على من قال يعني هي شاملة لكل أنواع المطلقات، قالوا هناك يعني قليلة تدل على أنها في حق الرجعية. ويوضح ذلك قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة وهو مستحيل في البائن، فجعلوا هذه يعني قليلة على أن السياق يتحدث عن الرجعية وليس عن البائن، فهذا النقاش يعني في هذه القضية. طيب نقف هنا إن شاء الله في هذا الكتاب ونأخذ ما تيسر من كتاب إجماع الأئمة الأربعة.